النهارده بإذن الله هنتكلم عن تاني محاضرة في الكيدني، والمحاضرة دي ليها عناوين كثيرة. أول عنوان عايزين نعرف الأناتومي أوف ذا نيفرون، هيساعدنا إزاي في فهم الفانكشن، هنتكلم بشكل مبدئي عنه. العنوان الثاني هنتكلم عن أنواع النيفرونز سواء كورتكس أو مظلة، وهنقول الكلام ده مع الرسم إن شاء الله. العنوان الثالث هنتكلم عن ظاهرة اسمها أوتو ريجوليشن أوف رينال بلاد فلو، إزاي الكيدني قادرة إنها تنظم كمية الدم اللي دخلها. العنوان الرابع هنتكلم عن رينال سيركوليشن، ده مهم جدا، فتابعوا معانا كل هذه النقاط. في البداية هنتكلم عن الكيدني اهي، ده الكيدني كأناتومي. هتلاحظ ان الكيدني ليها كورتكس، اتفقنا دي اسمها قشرة، او القشرة دي فيها ملايين النفرونز، واتفقنا ان النفرون هو الستراكشرال يونت اوف ذا كيدني، تمام. وكمان احنا عندنا جزء داخلي وهو المظلة اهي، ده الكورتكس، ده الجزء الخارجي، وده الجزء الداخلي وهو رينال مظلة. هنعرف النهاردة الفرق بين الاتنين. عندنا كمان البيراميد، هتلاقوا ان ده شبه المثلث بالظبط، وده الرينال كابسول او الغلاف الخارجي للكيدني. طيب النقطة الأساسية اللي لازم تكون عارفها، طب انت بتتكلم عن نيفرونز، عايز اعرف شكل النيفرونز بيكون ازاي. اهو ده النيفرون، الوحدة الوظيفية للكيدني. الرسمة اللي احنا شايفينها دلوقتي بتتكرر 1,200,000 مرة، يعني ده ادي جزء، تمام، زي ما اتفقنا ده كورتكس واللي جوه مظلة. تعال نبص في الحتة الصغيرة دي على شكل النفرون. في البداية تابع معايا في الرسمة، هتلاقي في دايرة عاملة زي حرف سي. الدايرة دي بتعبر أساسا عن جلوميريولوس، هو ده جلوميريولوس، وجواها فيها كابيلاريز. طيب هتقول انا ملاحظ ان في سهم داخل بلاد سبلاي وسهم خارج، السهم اللي داخل هو افرنت ارتريول. خلي بالك من التسمية، افرنت معناها مدخل، واي فرنت معناها مخرج او اكزيت. عندي اتنين ارتريول داخل وخارج، وما بينهما في النص عندي الكابيلاريز. وهنا هنلاحظ حاجة غريبة جدا، دايما متعودين في السيستميك سيركوليشن ارتريول كابيلاري ثم فينيول، لا، اتنين ارتريول وبينهما كابيلاري، ده بنسميها بورتال سيركوليشن او الدورة البابية. الكلام ده هنقوله بالتفاصيل ان شاء الله مع الرينال سيركوليشن. طيب ايه التكملة؟ ده جلوميريولاس. هنا جلوميريولاس ليه مكان اسمه بومنز كابسول، طبعا مش باين في الرسم قوي، البومن اللي هي الممر الصغير ده، وبعد كده هنلاقي بروكسيمال توبيول، في انابيب في الاول. خلي بالك بروكسيمال معناها القريب، ليه؟ ان هنا ده انابيب، طب والمكان ده انابيب، الانابيب القريبه من الجلوميرولس هنسميها هنا بروكسيمال توبيول، اما الانابيب البعيده عن الجلوميرولس
هسميها ديستال توبيول اهي، تتبع معايا، ده الديستال توبيول اللي انا حاطط عليه الماوس، هو ده البعيد بالنسبه لي. البروكسيمال توبيول بتبقى مكمله بلوب، حاجه شبه حرف اليو، لوب اوف هينل، ده اللوب اوف هينل اللي اكتشفها الخواجه الالماني. بس قبل ما نتكلم على حرف اليو عايزين نقول معلومات اناتومي مهمه قوي. الكورتكس بالنسبه لنا اللي هو القشره الخارجيه بتظهر لونها احمر، ليه؟ لانها ريتش سبلاي ويز بلاد. اوعى تفتكر ان الرينال بلاد فلو بيبقى بالتساوي في القشره والجزء الداخلي من الكدني، لا، القشره الخارجيه فيها الفلو اعلى بكتير من المضله، وهقول لك على ارقام هتستغرب لها جدا لما نشرح الرينال سيركيوليشن. طيب الحاجه الثانيه، المضله بتبان بيل، يعني في الهيستولوجي تبان باهته لان فيها الكورتكس طبعا بتبقى بورلي سبلايد ويز بلاد، مش واصل لها دم كفايه، بتبقى سترايتد يعني مخططه بسبب وجود اللوب اوف هينل والكولكتنج داكت. خلي بالك ان المضله الداخليه بتتكون من 10 الى 15 من شكل المثلثات ده اللي هو الرينال بيراميدز. طبعا البيراميد او اي مثلث بيبقى له ايبكس وليه بيز. بص الايبكس بتاعتنا او القمه هي اللي بتكون الرينال بابيلا. الرينال بابيلا بيعمل درينج، درين في مكان اسمه كاليسز، ده في منتهى الاهميه. عايزك تلاحظ حاجه، ان البيراميدز دول بيقسموا الكدني الى لوبز، يعني اقول لك فصوص، كل فص منهم في بيراميد واحد زائد الفانكشنينج كورتيكال تيشو. يعني انا عندي البيراميد بيقسمها لي الى لوبز، واللوبز تتقسم الى لوب يولز. كلام ده على فكره في غايه الاهميه نكون عارفينه. طيب لو رجعنا للرسمه دي هتقول لي يا دكتور انت قلت ان في جلوميرولس، وفي بومنز كبسول، الممر اللي خارج من الجلوميرولس قبل ما نوصل للبروكسيمال توبيول. خلي بالك كل الحاجات المعرجه دي توبيول، والتسميه الصح بروكسيمال كونفوليوتد توبيول، انابيب قريبه من الجلوميرولس ومتعرجه. طيب في معلومه مهمه قوي دكاتره الهيستولوجي قالوا لنا عليها، قالوا ان احنا لو جمعنا الجلوميرولس مع البومنز كبسول يديني حاجه جديده اسمها مالبيجيان كورباسل. مالبيجيان كورباسل، وعايزك تبقى شايف فين المالبيجيان اهي، ده المنظر بتاعنا بقى، تعال نكبره اهو، ادي الجلوميرولس العاديه بتاعتنا، دي الجلوميرولس، وهنا هنتكلم على البومنز كابسول، فهنا لو جمعناهم يديني رينا الكورباسل. بص معايا على الرسمه دلوقتي هتلاقي ان انا مدخل بلاد فلو اهو، انبوبه واسعه، وبص تحت انبوبه ضيقه. ربنا خلى الافرنت، وقلنا افرنت يعني مدخل واسع عشان الدم يدخل بفوليوم كبير جوه الجلوميرولس نفسها، والمخرج بيبقى ضيق في ريزيستنس عاليه،
وده من مصلحتنا. ليه؟ الدم يتجمع هنا في الجلوميريولار كابيلاريز فيعلى فيه البريشر، وده اللي انا عاوزه. عايز الجلوميريولار كابيلاري بريشر يكون عالي، هيوصل الى 60 مليمتر ميركوري. كلام ده مهم قوي، يساعده على الفلتريشن. طيب لو جينا احنا بصينا على هذا المنظر، بديك رسومات مختلفة. ادي الجلوميريولوس بتاعتنا، وادي بص ادي البومانس كبسول اهو، ادي جزء البومانس كبسول. طيب البروكسيمال كونفليوتد توبيول اللي هو الشكل ده، حاجات المعرجة اللي داخلة جوه بعض، عايزين نعرف عنه معلومة مبدئية قبل ما نيجي نشرحه في فيديو لوحده. بروكسيمال توبيول اول جزء عندنا، اول جزء متصل بالبومنز كبسول، الكلام ده احنا عارفينه، ولكن خلي بالك الجدار بتاعه بيتكون من ابيثيليال سيلز، خلايا. الخلايا دي لازقة في بعض بالتايت جونكشن، بربطة محكمة. عشان كده هوريلك اللي أنا عايز أقوله أهو، هو ده اللي أنا عايز أقوله. آدي السيلز أهي، تخيل ده tubular epithelial cells of proximal tubule. دايما السيلز بتبقى في النص بين حاجتين، ليومن وكابيلاري، بيري توبيولار كابيلاري. طب نفهم حاجة، فين التايت جانكشنز اهي اللي انا بتكلم عليها بالماوس؟ تخيل كأنهم اكتاف لازقين في بعض بربطة التايت جانكشن. الكلام ده هيفيدني كتير جدا ان انا افهم ازاي البروكسيمال توبيول فيما بعد هتشتغل. ده مهم قوي. ومش بس كده، لا ده ما بين السيلز وبعضها بيبقى في حاجة اسمها lateral intercellular spaces. ده مهم، يعني lateral intercellular هنلاقيها في الأماكن دي اللي هي فراغات جانبية، وهنوضحها بالرسم أكتر. هتقول لي ماشي، هل في حاجة بتميز البروكسيمال توبيول؟ أقول لك أيوة، البروكسيمال تتميز ببرش بوردر. طالب اللي ذاكر الجي اي تي كويس قوي يقول لي ده البرش بوردر دي ليها مايكرو فيلاي فيلاي ومايكرو فيلاي، ودي اللي بتزود السيرفيس اريا اوف ابزوربشن. يا دكتور الكلام ده قلناه في السمول انتستين. اقول لك ان البروكسيمال توبيول عندها نفس ميزه السمول انتستين، اكبر مساحه من الامتصاص في البروكسيمال توبيول. فخليك فاكر كويس قوي من فيديو النهارده ان البروكسيمال فيها برش بوردر، وبين السيلز وبعض في تايت جانكشنز. الكلام ده مهم جدا. طيب عم هنعرف ان البروكسيمال توبيول دي بيعدي فيها صوديوم ووتر، وازاي هي قادره على الامتصاص تمام، ويوريا وحاجات كتيرة جدا. طب دي البداية بتاعتنا. طب نيجي بقى للجزء التاني وهو اللوب اوف الهنل. نرجع بقى للرسمة بتاعتنا اللي قلناها اهي، ده اللوب اوف هنل. بالنسبة لنا اللوب اوف هنل علشان نعمل عليها الزوم اكتر، هذا الجزء هتلاقي ان في جزء نازل descending لوب، وفي جزء طالع. بس لو طالب عنده ملاحظة دقيقة هيلاقي ان الجزء الطالع الاسندنج كان سن ثم بقى تخين بقى سك اسندنج، الحاجة اللي هي الفتحة كريمي ده، يبقى ده ديسندنج لمب، واللي طالع اسندنج لمب سن ثم سك. هتقول لي الله، طب وايه الحاجة البني اللي من فوق؟ هو ده الديستال توبيول.
طب نتكلم على اللوب اوف هينل. خلي بالك الديسندنج ليمب عكس الاسندنج في ايه؟ الديسندنج يخرج ميه، بيرميابل تو ووتر. دكتور يعني ايه؟ يعني تخيل نازل في الانبوبه الصغيره دي الرؤيه ميه، فالميه تتسحب لبره. هتقولي طب وفي ايه هو اللي بره ده؟ حركه الماوس. في حاجه هنا اسمها انتر استيشيال فلويد. فاكر لما شرحنا في الانترودكشن بايوفيزيكس قلت لك بين التيشو سبيسز في سائل اسمه انتر استيشيال فلويد؟ ايوه، هنا في انتر استيشيال فلويد. اعتبر كان الاسندنج ليمب ده تيشو سل وده سل وبينهم ادي الفلويد بتاعتنا. طب عايزك تلاحظ معايا حاجه مهمه قوي. بص همشي كده بالعرض، هتلاحظ ان اللوب اوف هينل الطويل ده موجود فين؟ موجود في المظله. ودي نقطه مهمه جدا لما نيجي نعمل جدول المقارنه بين الكورتكس والمظله. الكورتكس فيه لوب اوف هينل ولكن قصير، اما اللوب اوف هينل اليو الكبيره موجوده تحت في القشره، موجوده في المظله. ده مهم قوي وهنعرف اهميه الكلام ده ايه. طيب الاسندنج لوب اوف هينل اكيد عكس الديسندنج، يخرج صوديوم ويسيب ميه. دكتور طب انا استفدت ايه من كده؟ اقول لك، وانت نازل لما بتخرج الميه من جوه الديسندنج الى الانترستيشال بتخلي تركيز الملح وانت نازل بيعلى، ما انا بسحب منك ميه، وانا طالع انا بسحب ملح واسيب ميه، فيبقى الاوزمولاريتي بقت هايبوتونيك، يعني بدانا هايبرتونيك ثم هايبوتونيك. طب سؤال مهم، انا ايه اللي استفدته من اللوب اوف هينل؟ اللوب اوف هينل مهمه في الاوزمولاريتي. تقول لي يعني ايه؟ هقول لك بص، مش احنا خرجنا صوديوم هنا من الاسندنج؟ تقول لي ايوه. صوديوم هنا هيزود تركيز الملح؟ تقول لي ايوه. صوديوم هنا وهنا بيزود. مش هنا انت نازل عندك ميه؟ تقول لي هنا ده مين؟ اقول لك ده الديستال توبيول. بص الماوس ويتجمع في مكان هنا اسمه كولكتنج دكت، اللون البني كبير ده، ده الكولكتنج اهو اللي عليه السهم، في ميه. الميه دي انا ممكن افقدها وتنزل في اليورين، طالما في تركيز ملح عالي هنا يسحب وراه الميه بفكره الاوزموزس، فنقدر نحافظ على الووتر ككونسنتريشن. ده فكره مبدئيه ولكن هنعرف الكلام ده بالتفاصيل مع اللوب اوف هينل في فيديو لوحده مع بعض. طيب كده احنا اتكلمنا على الديسندنج والاسندنج، بس في سؤال قبل ما نقول ديستال توبيول. دكتور هو السكه اسندنج الجزء التخين ده، يا ترى سك يعني ايه؟ يعني اكتف، يعني الامتصاص بيحصل منه عن طريق اي تي بي، يعني ده محتاج الى مضخه السك. اما السين لا. الكلام ده مهم جدا، يعني دايما لما نقول سك تقول لي ده محتاج مضخه، محتاج اي تي بي. طب سؤال بقى، ومين مصنع الاي تي بي؟ تقول لي ميتوكوندريا. يعني الميتوكوندريا في السك اسندنج اكبر بكتير من الميتوكوندريا في السين اسندنج لوب اوف هينل. طيب نيجي بقى للديستال توبيول اللي موجوده فوق. الديستال توبيول دي بتستقبل الفلويد اللي جاي لها من السك اسندنج لوب اوف هينل. فاكر لما قلنا الفلويد هنا بقى هايبوتونيك، فيوصل الفلويد هنا هايبوتونيك.
يعني ميه كتير وملح قليل. طيب وبعد كده ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان هم يتجمعوا اهو في كولكتنج داكت وينزلوا فيه المظله. عايزك تلاحظ معايا حاجه، ان الكولكتنج داكت جزء منها اهو كورتيكال في الكورتكس. تخيل مكان ايدي اهو، ده الحد الفاصل، اللي فوقه كورتكس واللي تحته مظله. عشان كده فيما بعد هقول لك كولكتنج داكت كورتيكال خارجيه وكولكتنج داكت انر او مضلري داخليه. فالكلام ده مهم قوي. لو انا جيت اقارن بشكل مبدئي بين الديستال توبيول والبروكسيمال، بروكسيمال البيضه دي والديستال البني دي، هلاقي ان البروكسيمال فيها براش بوردر، مساحه امتصاص عاليه، اما الديستال توبيول لا، مساحه امتصاص اقل كثيرا. دي نقطه مهمه لازم نكون عارفين بالنا منها كويس قوي. طيب دكتور عندنا سؤال الان، يا ترى الابيثيليوم اوف ذا كولكتنج داكت مميزه بحاجه؟ اه طبعا، فيها نوعين من السيلز. كولكتنج داكت ده فيه نوعين من الخلايا. فاكر لما قلت على البروكسيمال توبيول ان فيه تايت جانكشن ما بين السيلز وبعضها، بس ما قلتلكش حاجه مميزه، قلتلك سيلز. طب ايه اللي يميز بقى الديستال توبيول سيلز او الكولكتنج داكت سيلز بالنسبه لنا؟ طبعا ايه اللي يميزها دلوقتي؟ المنظر ده. بص معايا على السيلز اللي باللون الاخضر، اسمها برينسيبال سيلز. طبعا انا واخد سكشن كانه قطاع بالعرض، عايز اتفرج على شكل السيلز. البرينسيبال او الابريفيشن بتاعها بي سيلز، تمتص الصوديوم. اه على فكره البرينسيبال دي موجوده في الديستال توبيول وكولكتنج داكت، وعندي سيلز تانية باللون الاورنج اهي اللي بالمنظر ده، اسمها انتر كاليتد سيلز او اي سيلز. يعني انا عندي نوعين، برينسيبال بي وانتر كاليتد اي. هتلاقي الانتر كاليتد سيلز متخصصه في الاكسكريشن اوف هيدروجين. هتعرفوا معايا فيما بعد ان دايما الهيدروجين بنتخلص منه انتي بورت مع الصوديوم. يعني يعني الصوديوم في اليومن يتحرك من اليومن الى السل، العكس الهيدروجين من السل الى اليومن. اي حاجه هتدخل جوه اليومن يبقى عايزين نتخلص منها. اقول لك سكريشن، ده مهم قوي تكون فاهمها. ودايما الهيدروجين بنتخلص منه لما الصوديوم يتحرك بالعكس. في كل حته في الكدني في الحكايه دي، ما عدا عند الانتركاليتد سيل. لاول مره الهيدروجين قال لنا انا هدفع الطاقه بتاعتي، او انا يعني هكسر اي تي بي عشان اتحرك من السيل الى اليومن، مش معتمد على الاتجاه العكسي بيني وبين الصوديوم. الكلام ده طبعا هنوضحه بالرسم. فدول التو سيلز المهمين قوي. خلي بالك من حاجه، ان البرينسيبال سيلز دي بيتحكم فيها هرمون. طبعا يعني انت هنا اقول لك ايه، صوديوم ابزوربشن، تقول لي انا معاك ده البرينسيبال سيلز، ولكن في هرمون بيتحكم. في حاجه انا عايزك تركز بالك منها، الانتركاليتد مش بس بتتخلص من الهيدروجين ايون، كمان بتكون الباي كربونيت بالنسبه لنا. طيب لغايه دلوقتي
الكلام بتاعنا كلام واضح جدا. تعالى دلوقتي نتكلم على آخر جزئية في الفانكشنال اناتومي اوف ذا كيدني، انواع النفرونز. انت قلت ان في كورتكس ومضلة وملايين النفرونز متوزعة سواء قشرة خارجية او داخلية. طب يا ترى الفرق بينهم ايه؟ خلي بالك الكورتكس اهو ده اللي فوق، عشان برضو نوضح، ادي الكورتكس وهنا في اوتر مضلة وهنا في انر مضلة. فاكر لما قلت لك اللوب اوف هينل طويل فين؟ اهو في المضلة سواء اوتر وانر، وقصير فين؟ في الكورتكس. طبعا في كلام انتوا شايفينه على الرسمة الان، الكلام ده انا هقوله اثناء الشرح. تعال نبص على المقارنة. في نقاط في المقارنة طبعا معلومات عادية سواء عدد لون، وفي نقاط عايزين نركز عليها كويس قوي. ادي الكمباريزون بتاعتنا. في البداية الكورتيكال نيفرون بيمثل 85% of the nephron، يعني المليون والمتين ألف 85% منهم قشرة خارجية، 15% في المدلري نفرون. طبعا في كلمة جديدة النهاردة اسمها جاكستا ميدلري. طبعا كلمة جاكستا معناها بجوار أو جنب. بص بقى النقطة التانية، الجلوميريولاي موجودة في الكورتكس في التلتين الخارجيين، أما المضلة موجودة جلوميريولاي إينر كورتكس نير ذا مضلة تمام على الحدود. اللوب اوف هينل قصير، هناك لوب اوف هينل طويل لسه قايلينه في الرسمة. طبعا ده بيفيدني في ايه؟ المعلومة دي تفيدني كطالب ان انا افهم فانكشن. اللوب اوف هينل دوره الاساسي انه بيتحكم في الاوزمولاريتي اوف ذا فلويد. فطالب قال لي طب وانا يفرق معايا ايه الاوزمولاريتي؟ قلت له لا، ما هو انت الفلويد اللي موجود كانترستيشيال هو اللي هيتحكم في الميه اللي نازله في الكولكتنج داكت. بمعنى لو تركيز الملح عالي هيسحب الميه من الكولكتنج داكت، فيبقى اليورين بتاعك مركز، ميه قليله نازله في اليورين. طب لو كان تركيز الملح في الانترستيشيال فلويد قليل، فما فيش حد بيسحب الميه من الكولكتنج داكت، فالميه تنزل في اليورين بكميات كبيره، فيبقى اليورين دايليوتد او مخفف. يعني معنى الكلام ده ان اللوب اوف هينل تتحكم في اليورين مركز او مخفف. ده مهم جدا، عشان كده دايما ربنا يحط الاناتومي اللي يساعد على الفانكشن. الفكرة مش ان انا احطه وخلاص، لا. طيب في نقطة مهمة قوي، في فيسل اسمه فازا ريكتا. الفازا ريكتا ده هتقول لي ايه هو؟ انت لسه يا دكتور ما شرحتش رينال سيركوليشن. هقول لك حاجة بسيطة جدا، بص معايا على الرسمة هنا اهو، ده العادي، ده جلوميريولوس. هتقول لي ماشي، وهنا ده الافرنت وهنا افرنت ارتريول. هقول لك كلام جميل جدا. هنا اللون الاحمر انا ملاحظ ان ده كابيلاري. كابيلاري ده بارالل للبروكسيمال توبيول، موازي ليه، هسميها بيري توبيولر كابيلاري. بيري يعني جنبك، موازي ليك. طيب فين بقى الفيسل اللي اسمه فازا ريكتا؟ البيري توبيولر كابيلاري ده مكمل معاه فيسل. الفيسل واخد شكل اليو. ايه ده اليو؟
ده شبه اللوب اوف هينل. اقول لك وهيبقى بره اللوب اوف هينل. يعني اذا انا عندي ادي المنظر اهو، بص ده البيريتوبولر كابيلرز اهي، شايف التكمله دي اسمها فازا ريكتا، دي التكمله. يعني انت لو جينا بصينا على الرسمه، ادي الجلوميرولاي افرنت وادي افرنت، تكمله الافرنت ارتريول ادي بيريتوبولر كابيلرز، ثم التكمله الكابيلرز فازا ريكتا. طب هتقول لي الله يعني زي ايه، وضح لي. اقول لك بص بقى معايا دلوقتي على المنظر ده، ده البيريتوبولر كابيلرز عندنا اهي علشان تبقى الدنيا واضحه. ده ادي الارتري وادي الافرنت وده الجلوميرولس، وهنا ده البومنز كبسول وده افرنت طبعا، هنا ده البيريتوبولر كابيلرز. بص بقى معايا البيريتوبولر كابيلرز مكمل معاها فازا ريكتا، والفازا ريكتا دي هتلاقيها حوالين اللوب اوف هينل. يعني بص اللوب اوف هينل باللون الاصفر في حواليها اهو، طبعا مش موضحه بالرسمه اهي، وانا ماشي بالماوس شايف عامل حرف يو كبير، هو ده الفازا ريكتا بالنسبه لي. طب يا دكتور هو كلمة فازة معناها ايه؟ فازة معناها فيسل، وركتة معناها مستقيم، يعني فيسل مستقيم نازل من البيري توبولار كابيلاري سراوندينج ذا لوب اوف هينل. تقول لي الله طب وايه اهمية هذا الفيسل؟ الفيسل ده دوره انه بيساعد اللوب اوف هينل في الأزمولاريتي اللي هو عملها. طبعا الكلام ده هنشرحه بالتفاصيل في فيديو خاص اسمه لوب اوف هينل، خلي بالك كلام ده في غاية الأهمية. احنا ما زلنا الآن بنتعرف على النيفرونز وبنتعرف على الفانكشنال اناتومي عشان تكون فاهم القصة. بص معايا رسمة تانية اهي، ادي عندك الكورتكس، شايف اللوب اوف هينل القصير ده، وتعالى ننزل مع بعض عشان نشوف وادي اللوب اوف هينل الكبير اللي فين، مضلة اللي تحت ده المضلة، وعرفنا الاهمية ماشية ازاي اهي. وادي برضو رسمة تانية، انا الهدف من الرسومات الكتيرة اللي بتخدم نفس الفكرة ان انت تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي في الستركشر اوف ذا النيفرون. طيب نرجع تاني لموضوعنا اهو، هنلاقي ان الكورتيكال نيفرون في جهاز غريب، طبعا جهاز مش جهاز زي اللي موجود في المعامل، لا مجموعة من السيلز، المجموعة دي جنب الجلوميريولاي اللي عند الكورتكس هسميها جاكستا جلوميريولار اباريتس اهي، هو ده اللي انا عايز اقول عليه النقطة الخامسة، جاكستا جلوميريولار اباريتس. هتقول لي الله انا ملاحظ ان خمسة دي مش موجودة في المضلري نفرون، انا ما عنديش جاكستا جلوميريولار. طيب قبل ما نقول الجاكستا جلوميريولار اباريتس، انا عايزك تفهم اولا اناتومي، هي الاباريتس ده موجود فين؟ ده السؤال الاول، بيتكون من ايه؟ ايه هي اهميته؟ كل هذه النقاط لازم نكون عارفينها. بس قبل ما اجي اقولها عايزك تلاحظ معايا اخر فرق عشان نشرح الجاكستا جلوميريولار براحتنا. الكورتيكال نيفرون فايدته صوديوم ريجوليشن، بينظم الصوديوم. هتقول لي الله طب والجاكستا ميدلري ما بينظمش الصوديوم؟ اقول لك لا، علشان تنظم الصوديوم لازم يبقى فيه سنسور ليه.
حاجة ليها زي قرون استشعار للملح اللي ماشي في أنابيب الكلية، إمتى يزيد وإمتى يقل. اللي عنده الحساسية دي أو اللي بيتذوق الملح بيزيد أو يقل هو أحد السيلز of juxtaglomerular apparatus. عشان كده تلاقي صوديوم ريجوليشن في الكورتيكال نفرون. طب الجاكستا مدلري اهميته الاساسيه كونسنتريشن اوف يورين، واحنا فهمنا ازاي. طب تعالوا بقى نجيب رسمه الان للجاكستا جلوميرولار اباريتس، رسمه مهمه جدا عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. اهي هنيجي نوضح الرسمه الان. ده الجاكستا جلوميرولار. الفكره ازاي؟ انا عندي هنا افرنت ارتريول داخل وايفرنت ارتريول، افرنت وايفرنت زي ما بعمل بصوابع كده، مدخل ومخرج، تمام. وما بينهما انا عندي مجموعه خلايا. تقول لي فين دول؟ بص بقى، اول سل باللون الموف اسمها جاكستا جلوميرولار سيلز. ايه ده؟ فين الجلوميرولاي؟ اهي دي جلوميرولاي، علشان تبقى واضحة فجبت لك برسمة تانية. هنا الاصفر ده جلوميرولاي، تمام، وده افرنت ارتريول وده ايفرنت ارتريول، وما بيننا سيلز. تقول لي ماشي، سيلز دي جنب الجلوميرولس؟ اقول لك ايوه جنب الجلوميرولس. طالما جنبها يبقى انا هسميها جاكستا جلوميرولار اباريتس. ايوه جاكستا جلوميرولار. طب سؤال مهم دلوقتي، هو المنظر اللي يا دكتور باين قدامنا ده موجود فين في الكيدني؟ موجود عند اتصال اللوب اوف هينل مع ديستال توبيول. يعني بص تخيل ده اللوب اوف هينل اللي طالع الاسندنج، وهنا ده الديستال توبيول، صباعي ده الديستال توبيول. الاتصال بين الاتنين اللي عامل رايت انجل زاويه قايمه انا هسميه ها جاكستا جلوميرولار اباريتس. عند هذا الاتصال عندك ثلاث خلايا. اول سل عندنا اهي، بص تعالى بقى نبص عليه، جاكستا جلوميرولار سيلز اهي، هي دي السيلز جنب الجلوميرولاي. طب يا دكتور السيل دي اهميتها ايه؟ جاكستا جلوميرولار سيلز عشان تخلي بالك موديفايد ايبيثيليال سيلز، خلايا محوره موجوده في الجدار اوف افرنت ارتريول. عايزك تتامل الرسمه، ده الافرنت ارتريول اللي داخل. هقول لك ماشي، الافرنت ده بيبقى متبطن بسيلز اسمها جاكستا جلوميرولار سيلز، او ليها اسم تاني جرانيولار سيلز، خلايا محببه، ده الجرانيولار سيلز. طيب على فكره الخلايا دي فيها دارك جرانيولز، حبيبات غامقه فيها بري برو رينين. ايه ده؟ يعني هي اللي هتصنع الرنين. خلي بالك من عمق هذا الكلام اللي هنقوله دلوقتي. احنا في فيديوهات الكارديو فاسكولار سيستم من قبل كنت دايما اقول لك ايه؟ لو حصل اسكيميا في الكدني هتفرز رنين، والرنين يحول انجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1 وال1 ل2 وهكذا. النهارده هنتكلم بشكل محدد، هو مين اللي مصنع الرنين؟ هو الجاكستا جلوميرولار سيلز او الجرانيولار سيلز. ده مهم قوي. طب دي اول سيل عندنا، تمام. في سيل تانية انا مستغرب لها قوي، شايف ان السيلز دي مكدسة، في زحمة خلايا لازقين قوي في بعض، دول بيتسموا كولمنر سيلز،
خلايا لارج وكولامنر، العواميد الكبيرة اللي لازقة في بعض، بتبقى دنس مكدسة. قالوا طب ما تيجي نسميها اسم باللغة اللاتيني بالنسبة لنا، ماكيولا دنسا. ماكيولا means spot. كلمة ماكيولا معناها بقعة، وهتعرف معايا فيما بعد ان احنا عندنا بقعتين موجودة في الفسيولوجي، حاجة اسمها ماكيولا ليوتيا وحاجة اسمها ماكيولا دنسا. الماكيولا ليوتيا دي موجودة في الاي، مش موضوعنا دلوقتي، وعندنا ماكيولا دنسا المكدسة. هتقول لي طيب ايه اهمية الماكيولا دنسا؟ ايه هي دي؟ الصوديوم سنسور، فيها كيمو ريسبتور مستقبل لأي حاجة كيميائية أهمها الملح. هتقول لي يعني إيه؟ ديني فكرة مبدئية. نفترض إن الفلويد اللي نازل من الكابيلاري للبومنز كبسول زايد، فلتريشن زايد، الكلى بتصفي زيادة قوي. طبعا اللي بينزل في المصفى صوديوم زيادة، نزل في البومنز كبسول ثم بروكسيمال توبيول ثم لوب اوف هينل ديسندنج واسندنج لغاية لما وصل عند اتصال الاسندنج باللوب اوف هينل، قلنا له لا في المنطقة دي انا عندي 3 سيلز. لغاية دلوقتي انا قلت 2، عندي الجاكسا جلوميرولار والماكيولا دنسا. ماكيولا دنسا ايه ده؟ ده الصوديوم زايد قوي اللي وصل لي. ما ينفعش الكلام ده، لازم نقلل الصوديوم اللي نازل في الفلتر. فالماكيولا دنسا هتطلع كيميكال سابستنس معين، الكلام ده طبعا بقوله مبدئي وهنشرحه الان بالتفاصيل. هطلع ماده كيميائيه، الماده دي تعمل ايه تفتكر؟ عايزه تقلل الفلتر. يبقى نعمل ايه في المدخل؟ لا، افرنت ارتريول، تقول لي لازم نقفله نضيقه. طب والمخرج؟ نوسعه. طب لو العكس، لو الصوديوم اللي واصل للماكيولا دنسا قليل، ماكيولا دنسا تقول لا لازم الصوديوم ينزل بدرجه مناسبه اوبتيمم، لا يزيد ولا يقل. فقالت انا هزود الفلتر، قلنا لها ازاي؟ قالت هطلع كيميكال سابستنس اخرى تعمل العكس، تفتح الافرنت توسع المدخل وتضيق الافرنت او المخرج، والدم يتجمع في الجلوميرولار كابيلاري احبسك وما تخرجش، فيزيد البريشر في الكابيلاري في الجلوميرولاي فيوصل للبومن كبسول بروكسيمال لوب اوف هينل لغايه الماكيولا دنسا. تقول ايوه هو ده الصوديوم ليفل العادي اللي انا متعوده عليه. يعني الماكيولا دنسا دورها الاساسي هو تنظيم الرينال فلو، احد طرق التنظيم هي الماكيولا دنسا. طيب لغايه لما نقولها بالتفصيل اكتر، فين السل الثالثه؟ السل الثالثة بتكون موجودة ما بين الأولى والثانية، في سل اسمها ليسز سيلز. ليسز سيلز، خلي بالك ان الليسز دي اجرانيولار سيل مش محببة، نير الجاكسا جلوميرولار والماكيولا دنسا سيل. طيب كده انا عرفت ان في 3 سيلز وعرفت مكانهم، وليه تسموا جاكستا جلوميرولار اباريتس؟ كلام ده كلام جميل جدا، لكن انت يا دكتور بتقول لي ان في تفاصيل في هذا الجزء. ايوه، فين بقى هذه التفاصيل؟ تعالى نتابع مع بعض الكلام ماشي ازاي. اهو هقول نقطة معينة في الماكيولا دنسا عشان انا هاجي دلوقتي واتكلم اكتر، بس عشان الماكيولا دنسا نقفلها صح. زاد التوبيولر فلو،
فزاد الصوديوم كلورايد اللي وصل للماكيولا دنسا. انا قلت لك النتيجه لازم نعمل ايه، مش زاد الفلو، يبقى نعمل ايه في المدخل؟ تقولي لازم نقفله، افرنت كونستريكشن. طب ونعمل ايه في المخرج؟ افرنت نوسعه. طب ازاي اوصل لهذه النتيجه؟ اقول لك بقى، لما وصل صوديوم كلورايد زياده للماكيولا دنسا، ماكيولا دنسا بقت دي بولارايزد. عارف زي ما شرحنا زمان في النيرف، قالت انا هوصل لاكشن بوتنشال، اهي دي السنسور بتاعي، انا بوصل لفايرنج ليفل بيك يا صوديوم، مش باي حاجه تانية غيرك. عشان كده التكست بوك الكبيره سميتها صوديوم سنسور، تمام. طب ولما بقيت دي بولارايزد هيدخل الكالسيوم جوه الماكيولا دنسا. تقول لي طيب وايه اهميه كالسيوم انفلوكس فيها؟ لما يدخل جواها كالسيوم يخلي الماكيولا دنسا تطلع ادينوزين. الادينوزين ده يعمل ايه؟ يضيق الافرنت ويوسع الايفرنت. خلي بالك، تقولي طب وانا استفدت ايه؟ ما هو انت لما هتضيق الافرنت عملت ايه في الرينال فلو؟ قللته. ازاي الدم يدخل جوه الكليه او جوه الجلوميريولاس وانت قافل المدخل؟ ولما يقل الفلو هيقل البريشر اللي جوه الجلوميريولار كابيلري، فيقل الهيدروستاتيك بريشر، وبالتالي اعكس، يقل الفلو فيقل الصوديوم كلورايد اللي رايح للماكيولا دنسا. الكلام ده كله كلام في غاية الأهمية، لازم نكون عارفينه. طب أقول لك على حاجة تانية مهمة قوي تبقى أنت متابعها، لأن في أكتر من رسمة معبرة في هذا الموضوع. آدي رسمة تانية إلستريتد. بص معايا، لما ضغط الدم بيقل، اتفقنا، يعني الفلو اللي رايح للكيدني قل، يبقى الدم اللي رايح للجلوميريولار كابيلاري قل، قل البريشر، فقل الفلتريشن. ايه جي اف ار ده؟ ده اختصار جلوميريولار فلتريشن ريت، معدل الترشيح. اعتبر الجلوميريولاي مصفة البيت اللي بينزل منها الفلتر. قالت الفلتر اللي هينزل مني قليل، فالماكيولا دنسا قالت ايه؟ انا كده وصل لي صوديوم كلورايد قليل. خلي بالك ده عكس اللي احنا قلناه. فاكر لسه انا قايل ايه؟ لو زاد الصوديوم كلورايد لا، طلعوا ادينوزين، اقفلوا المدخل، مش عايز ملح زيادة يوصل لي، لا ما ينفعش. طب هنا بنقول العكس، وصل لك صوديوم كلورايد قليل، تعملي ايه يا ماكيولا دنسا؟ ماكيولا دنسا قالت انا هعمل حاجتين، والحاجتين اللي هعملهم مش عكس بعض، لا، الحاجتين دول بيكملوا شغل بعض. ازاي؟ ماكيولا دنسا قالت انا لازم افتح الافرنت ارتريول، اوسعه. قالت فانا هطلع فازو دايليتور سبستنس، هطلع ماده تعمل فازو دايليتيشن للمدخل، تقلل مقاومته للدم. فالمدخل وسع، يبقى ده معناه انه هيزيد الفلو. طب عندنا سؤال يا دكتور، وايه الماده اللي هتفرزها؟ بروستاسايكلين. خلي بالك هتفرز البروستاسايكلين، ده في غاية الأهمية. طيب وتعملي ايه في المخرج؟ قالت لازم المخرج اضيقه، ازود الريزيستنس بتاعته. هو الإفرنت أرتريول اساسا ضيق، يعني الديامتر بتاعه على فكرة بيبقى ضيق عن بالمقارنه بالافرنت ارتريول. قالت انا هضيق. طب تضيقيه ازاي؟ عملت فكره عبقريه الماكيولا دنسا،
راحت لجارتها اللي هي الجاكستا جلوميرولار سيلز، فاكر؟ او الجرانيولر. قالت لها انت اللي بتصنعي رينين. قالت لها ايوه، عايزه مني ايه؟ قالت لها انا هشغلك علشان تصنعي الرينين، والرينين هيشتغل لوكال في الكيدني. فاكر في الكارديو فاسكولار قلنا الرينين ده بيشتغل سيستميك جنرال، لا المره دي الرينين هيشتغل محلي. فالرينين يعمل ايه؟ يكون الانجيوتنسين 2 اهو، ادي الانجيوتنسين 2 عندنا، والانجيوتنسين 2 يضيق الافرنت ارتريول. شوف عظمه ربنا، ربنا بيعمل الشيء في منتهى الدقه. اوسع الافرنت بفازو دايليتور، وضيق المخرج بالانجيوتنسين 2، والنتيجه واحده، انا عملت ايه؟ زودت ضغط الدم في الجلوميرولار كابيلاري. عشان كده جيت من عند النهايتين او النتيجتين وطلعت لك سهم منقط لفوق. معناه ايه السهم المنقط؟ هعمل انهيبيشن، هقلل الضغط القليل اللي في الجلوميرولار كابيلاري، بمعنى هزوده. زي ما نيجي نقول لك نفي النفي اثبات، يعني انا هقلل نقص الجلوميرولار بريشر، يعني معناها هزوده. سواء ان انت ضيقت الافرنت او وسعت الافرنت او ضيقت الافرنت، النتيجه واحده. الكلام ده في غايه الاهميه، لازم تكون عارفه. يعني معنى الكلام ده ان الماكيولا دينسا دورها ايه؟ تنظيم الفلو اللي داخل في الكدني. وكلمة تنظيم الفلو ده مصطلح هنقوله النهاردة اسمه اوتو ريجوليشن، هو التنظيم الذاتي. ايوة، الكلى بتنظم نفسها بنفسها. لما يزيد الفلتريشن قوي، لا عايزين نقلله للطبيعي، والعكس صحيح. مين اللي ساعدني؟ الماكيولا دينسا اللي جزء من الجاكستا جلوميرولار اباريتس اللي موجودة في الكورتيكال نيفرون. علشان كده ما تستغربش لما نيجي نقول الكورتيكال نيفرون مسؤولة اساسا عن الاوتو ريجوليشن. ايوه، ما هو انا وظيفتي مبنية على السيلز اللي عندي، على اعضائي، الفريق اللي جوايا مين. لكن تعال على الجاكستا مدلري، ما عندوش جاكستا جلوميرولار اباريتس، لا هو ما بينظمش الرينال فلو. وحتى تلاحظ الموضوع في ابداع من ربنا، الكورتكس واصل له اكتر من 95% من الرينال فلو. اللي بيوصل له دم كتير هو الاولى انه ينظم الرينال فلو من المضله. هتقول لي ماشي، بس في نقطه مهمه لازم تعرفها في موضوع الاوتو ريجوليشن ده. هو يا دكتور اسم الكلام اللي انت قلته ايه؟ هنقوله دلوقتي. ده بقى الثيوري اوف اوتو ريجوليشن عندنا. الاوتو ريجوليشن قالوا انه بيحصل بطريقتين، بس قبل ما اقول لك الطريقتين عايزك تبقى فاهم كويس قوي الموضوع. لو رجعنا الاومز لو في سنه اولى في الانترودكشن، انا قلت ان الفلو يساوي دلتا بي على ار. تقول لي ايوه، بريشر جريدينت على ريزيستنس. الكلام ده يا دكتور ما فيهوش جديد. جديد بقى ايه؟ لو زاد البريشر جريدينت اعمل ايه علشان الريزيستنس، اعمل ايه في الفلو عشان اخليه ثابت؟ تقول لي احنا اتعلمنا في المدرسه لما البريشر جريدينت او البسط النومينيتور يبقى عالي، لازم المقام او الدينومينيتور
يبقى زايد زيه، عشان عالي على عالي تبقى الريشيو ثابتة، فلازم أزود الريزيستنس، وده اللي احنا عملناه. إذا زاد البريشر جريديانت ده معناه زاد جلوميريولار فلتريشن ريت، ها، فزاد الصوديوم اللي نازل في الفلتر لغاية لما راح للماكيولا دنسة، فالماكيولا دنسة عملت ايه؟ طلعت كيميكال سابستنس، والكيميكال سابستنس ده هو الادينوزين اللي قفل الافرنت ارتريول. تقول لي كده الكلام منظم، يعني اذا الماكيولا دنسة دي دورها الاساسي، انا بزود الريزيستنس، والعكس صحيح، لو قل الفلتريشن لقيناها تقدر ان هي تزود الريزيستنس في مين وتقلله في مين، يعني دور الماكيولا دنسة شغالة على الوشين، فلتريشن قليل انا هزوده، فلتريشن عالي انا هقلله، فكأني فيها مفتاح بيتحكم في الافرنت والإفرنت آرتريول. على فكرة هو ده التحكم في الآر، في الريزيستنس، امتى زوده وامتى قلله. والطالب الشاطر لازم يحدد ريزيستنس of which آرتريول. هتقول لي ماشي، الظاهرة اللي انت عمال تشرحها لنا دي هل يا ترى ليها اسم؟ ايوه، هو ده الاسم اللي انا كنت عايز اقوله، توبيولو جلوميريولار فيدباك، شرحناه بالدياجرامات. يعني ايه؟ مين التوبيولو؟ هو اتصال اللوب اوف هينل بالديستال توبيول، عند هذا الاتصال كان في جاكستا جلوميريولار اباريتس. تقول لي تمام، جاكستا جلوميريولار اباريتس اللي من ضمنها الماكيولا دنسا اللي تخصصها صوديوم سنسور، هي اللي اتحكمت في الارتريول اللي عند جلوميريولاي توسعه او تضيقه. يبقى البدايه من التوبيولو، من الديستال توبيول كونكشن مع اللوب اوف هينل جاكستا جلوميريولار اباريتس، والنهايه بتحكم في الارتريول اللي عند جلوميريولاي اضيق او اوسع. عشان كده سميت اللي احنا شرحناه في الماكيولا دنسا توبيولو جلوميريولار فيد باك. الكلام ده في غاية الأهمية، لازم تكون عارفه، لأن في الفيديوهات القادمة هاجي أعكس الكلمتين، يعني أقول لك جلوميريولو توبيولار بالانس، ده كلام تاني خالص. فأنا عايز الطالب اللي بيشوف الفيديو النهاردة يبقى فاهم احنا بنقول ايه. طيب، يبقى ده اول حاجة عندنا تبع الماكيولا دنسة. طيب نيجي بقى للنظرية التانية في الاوتو ريجوليشن، هي المايوجينيك ميكانيزم. مايوجينيك افكرك بيها، قلناها في الكارديو فاسكولر، قلتلك ان الارتريول فيها سموث مصل في الجدار في البطانة، لما يقربوا من بعض يضيق ولما يبعدوا نوسع. فجينا قلنا ايه؟ لو زاد البريشر في الافرنت ارتريول، زاد الضغط قوي، ده بيعمل ايه؟ تقولي ده بيزود الرينال فلو، هيزود الرينال فلو والجلوميريولار فلتريشن ريت. بس كل ما يحصل استريتش للجدار اكتر، يفتح كالسيوم تشانلز في السموث مصل اللي في الارتريول تخليها كونتراكت. تقول لي يعني ايه؟ مش فاهم. هقول لك بشكل بسيط، دلوقتي انا كافرنت ارتريول انا ماسوره، الماسوره دي بتوسع تستقبل البلاد اللي جاي لها من الفيسل اللي قبلها، شكل بسيط جدا. طيب هي كل ما بتستقبل اكتر الضغط جواها عمال بيزيد، وبيزيد الجي اف ار، وبيزيد الرينال
blood flow اختصارها RBF. احنا مش عايزين الفلتريشن يزيد، كفايه بقى لغايه كده. يبقى لازم المدخل يضيق. المدخل قال هو انتوا فاكرين ان انا بضيء بس بادين وزين مبعوت لي من الماكيولا دنسا؟ قلنا له اه احنا فاكرين كده. قال لا، انا عندي القدره ان انا اضيق نفسي. لما انا هضيق نفسي مش هستقبل دم جايلي، وبالتالي مش هيزيد الرينال بلاد فلو ولا هيزيد الفلتريشن اللي نازل في البومنز كبسول. بمنتهى البساطة قلنا له طيب وانت هتعمل ده ازاي؟ هنا بقى دي التفصيل، ان لما الافرنت كان واسع ستريتشت اتفتحت في الجدار عنده بوابات كالسيوم، والكالسيوم تشانلز اللي اتفتحت دي خلت السموس مصل اللي في الول تو كونتراكت. خلي بالك النهارده ذكرنا كالسيوم مرتين، مره كالسيوم بيدخل في الماكيولا دنسا يساعدها على اداء شغلها، خلي بالك ده كان كلام مهم، ومره تانية اقول لك في كالسيوم تشانلز كنت ساعد السموث مصل اوف افرنت ارتريول تو كونتراكت. طيب يبقى انا كده عملت ايه؟ انا كده قدرت اتحكم في الرينال بلاد فلو. ولو تلاحظ الفكره ماشيه برضو بامزلو، ليه؟ بريشر زاد البسط، يبقى لازم الار تزيد. ايوه ريزيستنس. وخلي بالك الارتريول زي اي حته في جسمنا هي المسؤوله الوحيده عن الريزيستنس. طب تيجي نعكس، لما البلاد بريشر يقل ايه اللي يحصل؟ تقول لي السموس مصل اللي في الول لازم تعمل ايه؟ ها انا لازم اوسع. طب ليه اوسع؟ عشان استقبل دم اكتر. ده العكس لازم يحصل، ثم الضغط يزيد جوايا. يعني هي القصة ماشية بنيجاتيف فيدباك، رد الفعل عكس الفعل. ده الفكرة المهمة، عشان كده سمينا الميكانيزم مايوجينيك ميكانيزم. جينيك معناها جينيريتد متولدة، ومايو معناها سموث مصل في الول اوف ذا افرنت ارتريول. بس في نقطة عايزك تخلي بالك منها كويس قوي، دايما الاوتو ريجوليشن مرتبط اساسا برينج معين للضغط. يعني ايه رينج؟ يعني اقول لك انا دلوقتي بنظم الرينال فلو بتاعي سواء مايوجينيك او توبيولو جلوميرولار فيدباك في بريشر رينج قد ايه؟ البريشر رينج ده يتراوح تقريبا من 60 الى 160 مليمتر مركري. في كتب تقول لك 70 ل 170، يعني هو الرينج بتاعي. لو انا قلت عن 60 او 70 الرينال فلو ما يتنظمش، ولو زدت عن 170 160 برضو ما يتنظمش. يعني المايوجينيك والتوبيولو جلوميرولار فيدباك مشروطين ببريشر رينج معين لازم نكون مخلين بالنا منه كويس قوي. تقول لي ماشي، طيب انا عندي يا دكتور سؤال الان، هل يا ترى نقدر نعمل اوتو ريجوليشن لليورين نفسه اه ولا لا؟ طبعا الاجابه على هذا السؤال هنقولها ان شاء الله في الفيديوهات القادمه، بس في نقطة مهمة لازم نركز عليها الآن. أهي ده اللي أنا عايزك تركز معايا عليه دلوقتي، ده الرينال بلاد فلو باللون الأزرق وجلوميريولار فلتريشن باللون الأحمر. بنقول إن فيه أوتو ريجيوليشن للرينال فلو وجي إف آر. يورين لأ،
احنا ما بنقدرش ننظم نعمل تنظيم تلقائي لليورين اوتبوت. ده مهم جدا. يعني انت لو جيت بصيت تلاقي ايه؟ بص معايا الثبات هنا، الحته دي والحته دي، ده هنا مرتبط بايه؟ يعني بص لو انت جيت عند الجزء الثابت في اللون الاحمر جي فار او الجزء الثابت في اللون الازرق، وتعالى من هنا وننزل بيربنديكولر عمود ليه علاقه بالارتيريال بريشر، اللي بدات من 60 الى 160. بص احط ايديا اهي، ده الجزء اللي اسمه بلاتو او الثبات في اللون الازرق او اللون الاحمر. بص بقى العكس، طب لو اقل من 60 في الحته دي او اعلى من 160، 160 انا بتكلم على مين؟ خلي بالك على الارتيريال بريشر عشان ما تتوخش. انا بنزل عواميد كده عشان اشوف علاقه الرينال فلو والجي اف ار وثباتهم بالضغط. ده مهم جدا. طب هتقول لي طب ليه او ايه دليلك ان مفيش اوتو ريجوليشن لليورين؟ اقول لك مثلا عند 40 مليمتر ميركري there is no filtration، مفيش فلتريشن. ولو في very high pressure ضغط عالي يؤدي الى diuresis. يعني في two extremes انا مش قادر انظم 40 او عالي قوي. هتقولي طب يعني ايه pressure diuresis؟ قلناها في الكارديوفاسكولار قبل كده، كل ما يزيد البريشر احنا عايزين نتخلص من اليورين ده. ضغط دم عالي ما ينفعش يتجمع، عايزين نعمل له اكسكريشن. فالكدني شغاله على الوشين، تطلع رينين لو في اسكيميا ضغط دم قليل، والعكس لو الضغط عالي تتخلص منه وترميه في اليورين تعمل دايوريسيس. يبقى اذا انا خرجت دلوقتي بمعلومات محدده عايز اكد لك عليها. المعلومه الاولى، الكورتيكال نيفرون فيها جاكستا جلوميرولار اباريتس. المعلومه الثانيه، اباريتس دي فيها ماكيولا دنسا، والماكيولا دنسا بتعمل اوتو ريجوليشن للرينال فلو اسمها توبيولو جلوميرولار فيدباك. المعلومة التالتة، أنا مرتبط ببريشر رينج معين، أقل عنه أو زيادة عنه ما أقدرش أنظم، ما أقدرش أنظم حاجتين رينال فلو وجلوميرولار فلتريشن ريت، ولكن اليورين أوتبوت ملوش أوتو ريجوليشن أساساً، وقلنا الدليل على هذا الكلام. طيب عايزين دلوقتي نيجي لاخر جزء في الفيديو النهارده وهو الرينال سيركيوليشن. بصوا بقى نيجي بقى لاخر جزء عندنا وهو جزء هام جدا. علشان تفهم هذا الجزء عملت رسمه بخط الايد، وبعد كده هنعملها بشكل رسمة ملونة جميلة بس علشان تفهم معنى الرينال فلو. كلنا عارفين ان الكيدني اهي بتستقبل البلد اللي جاي لها من الرينال ارتري. الرينال ارتري ده الممر الاحمر ده برانش من الاورطة. انت جيت قلت لنا ان في افرنت ارتريول ويستقبل الدم من فيسل. طب هو الافرنت ارتريول اللي انت بتتكلم عليه وصل له الدم ازاي؟ فهنتكلم الان على اناتومي مهم جدا لازم تفهمه. اهو ادي الرينال ارتري بريكس، بص اتكسر الرينال ارتري، شايف فروع الشجره دي السودة الى انتر لوبر ارتري. طالب الشاطر اللي بيتابع معانا دلوقتي الفيديو من بدايته هيقول لك حاجة، يا دكتور انت لسه قايل ان البيراميد قسم الكيدني الى لوبز،
الى فصوص، هي دي اللي حضرتك قصدك عليها؟ اقول لك ايوه. هنا انتر لوبر، يعني ايه؟ يعني هنا لوب وهنا لوب، وما بين اللوب والتاني دخل الفيسل، شق طريقه بين الفصوص، انتر لوبر ارتري. كلام ده في غاية الأهمية. حلو. طب الانتر لوبر ده كان في المضلة، اتحد مع بعض، اتحدوا عند اتصال الكورتكس بالمضلة وكونوا لي الفيسل اللي شبه الارك او القوس، ارك ويت ارتري. مش هقولك الارتري المقوس، لا، اللي شبه القوس، ارك ويت ارتري. كلام جميل. الارك ويت ده بريك انتو، ما هو كل فيسل يتكسر، مش يتكسر، كانه بيصب الدم في ايه؟ في ارتريز تانية. بص اسمها انتر لوب يولر، مش عايزك تتلخبط. بدأنا بانتر لوبر بين الفصوص وبعض، بريكس الى اركويت، ثم انتر لوبيولر. تمام. طب وبعد كده الانتر لوبيولر دخل الكورتكس، يعني يا دكتور افهم من كلامك، كنا في المضلة تحت، كنا في القشرة من تحت، ثم طلعنا عند الحدود ما بين الكورتكس والمضلة. ده كلام جميل. ثم كوننا الانتر لوبيولر ارتريس، ثم بعد كده كوننا جلوميريولر كابيلاريز. وانت عارف الرسمة، وجلوميريولر كابيلاريز ليها افرنت وليها افرنت ارتريول. خلي بالك الافرنت هيصب الدم في جلوميريولر كابيلاريز، المدخل مفتوح فيه، ثم يخرج منه افرنت ارتريول، وانت عارف الباقي. والافرنت كمل كابيري توبيولر كابيلاريز اللي كملت كفازة ريكتا في المضلة حوالين اللوب اوف هينل. طبعا هذا الكلام في غاية الأهمية. لو جينا عند الفينوس درينج هتلاقي إن الموضوع بيختلف. يعني إيه؟ البلد دريند في انتر لوبيولر فين. يعني بص ارجع بالعكس. يعني ايه ارجع بالعكس؟ مش كان هنا انتر لوبر ارتري ثم اركويت القوس ثم انتر لوبيولر؟ لا، في الفينوس درينج يبقى انتر لوب يولر ثم اركويت ثم انتر لوبر فين اللي يتحد ويكون رينال فين، مش رينال ارتري بقى، وبعد كده درينز في الانفيريور فينا. كيف انا دلوقتي كطالب بفهم فيسيولوجي، ايه اللي يهمني من هذا الموضوع؟ قبل ما اقول ايه اللي يهمني، زي ما جيت وعدتك، تعالى بقى نبص على الرسمه. هو ده اللي انا عايز اتكلم عليه، الرسمه اهي. بس ما كانش ينفع احطها لك في البدايه، كان لازم في الاول تتامل في جمال هذه الرسمه. اهو ادي يا جماعه الانتر لوبر ارتري، شايف بالمنظر ده؟ شفت احنا فين؟ احنا اهي في المضله، ادي ده القوس بتاع المضله، انت تحت اهو، ادي الانتر لوبر، والانتر لوبر كمل كايه؟ كاركويت اهو ارتري باللون الاحمر، والاركويت فين؟ ده باللون الازرق، ده الاركويت ارتري. والاركويت ارتري بعد كده لقينا ان هو كمل انتر لوبيولر ارتري. تمام. اهي فين الانتر لوبيولر؟ يعني بص ان الرسمه طبعا مكمله يمين وشمال، يعني ده الاركويت وادي اهو الانتر لوبيولر ارتري. تمام. والانتر لوبيولر اللي عامل زي الشجره بفروعها ده، بعد كده عرفنا ان هو افرنت ارتريول. اهو فين الافرنت؟ ادي الافرنت. يعني انت لو بصيت ادي الانتر لوبيولر، وبعد كده الصغير ده هو الافرنت ارتريول اهي،
وادي الانترلوبيولار ارتري، ثم بعد كده كملنا في جلوميريولار كابيلاري وإيفرنت. في الفينس درينج قلنا العكس هيحصل. طب في نقطة مهمة قوي، بص ادي معايا النيفرونز وادي الشغل بتاعي العادي جدا. طب انا عايز اقول حاجة الان، هو يا ترى ايه اهمية الكلام ده اللي احنا درسناه؟ ان انا اعرف الافريج بريشر تقريبا كام. يعني ايه؟ يعني الاركويت ارتري البريشر بتاعه 100، ده في البداية، ده قريب الاركويت ارتري من الرينال ارتري، اهو ضغطه عالي. تلاقي جلوميريولار كابيلاري 60، قلنا عشان يساعد على الفلتريشن، دم بيدخل جواه ويتحبس، فالمدخل واسع والمخرج ضيق. فاكر لما قلنا بيري توبيولار كابيلاري البريشر جواه قليل؟ وهنا انا عايز اوضح لكم ايه هي الرسمه دي، عايز اوضحها الان اهي. بص معايا على البيري توبيولار كابيلاري باللون الموف. البيري توبيولار كابيلاري بتسحب الفلويد في اتجاهها. طالما انا بسحب يبقى انا قوه ابزوربشن، امتصاص. طب ايه اللي خلاها تسحب؟ خلاها تسحب ان فيها بلازما بروتينز، والبلازما بروتين جواها اوزموتيك بريشر. يعني عايزك تخلي بالك بالاسهم الزرقاء اللي داخله هنا في البيري توبيولار كابيلاريز. وما دام انا بسحب الفلويد شيء طبيعي يبقى الفلويد اللي جواه بريشر اللي جوايا قليل، 13 مليمتر ميركري مقارنة بالجلوميريولار كابيلاريز اهي اللي كان البريشر فيها 60. خلي بالك البريشر هنا قليل في البيريتوبيولار كابيلاري لان الايفرنت ضيق، في ريزيستنس، في مقاومة لمرور الدم. واحنا اتفقنا كل ما نقابل ريزيستنس كل ما يبقى البريشر قليل. اكتر حاجه تضايق الضغط انه يواجه بمقاومه عاليه. طيب بالنسبه للانتر لوبيولار فينز بريشر 8، انتر والرينال فين البريشر 4، ده في غايه الاهميه. على فكره عملت مقارنه ما بين الاثنين، يعني ما بين الجلوميريولار كابيلاريز والبيريتوبيولار كابيلاريز علشان تبقى انت فاهم الكلام مع الرسمة. جلوميريولار كابيلاريز بدأ بالأفرنت أرتريول، أما البيريتوبيولار بدأ بالإيفرنت. الجلوميريولار انتهى إيفرنت، أما البيريتوبيولار انتهى بفينيول، والهاي بريشر هنا وهناك لو بريشر. خلي بالك ان جلوميريولار كابيلاري فايدته فلتريشن فقط لان عنده ضغط عالي، هو الكابيلاري الوحيد اللي عنده اعلى ضغط. فاكر لما شرحنا كارديو فاسكولار زمان انا قلت ايه؟ قلت لك ان البريشر في الكابيلاري 35 مليمتر ميركري، اما الجلوميريولار كابيلاري المسؤول عن الفلتريشن لا 60. كلام ده هنشرحه بالتفاصيل في فيديو جلوميريولار فلتريشن ريت. اما البيريتوبيولار كابيلاري عنده اوزموتيك بريشر عالي لان البلازما بروتينز جواه مركزه، وده في غايه الاهميه. طيب انا عايز اقول بقى نقطه ذكرتها في بدايه الفيديو، قلت لك ان الكورتكس هو الاولى بالاوتو ريجوليشن عن المضل. طب ايه يا دكتور دليلك ان هو الاولى؟ الدليل بتاعي ان في اكتر، قلت لك من 95% اوفرين الفلو ماشي في الكورتكس. المضلة فيها فقط 1 او 2%،
وهنا بقى سؤال الطلبة اللي بتتابع هذا الفيديو، ليه ربنا خلى الانر بارت او القشرة بتاعت الكدني داخلية فيها فلو قليل؟ هقول لك، اللوب اوف هينل اهو حرف اليو، وحواليه الفازة ريكتا حرف اليو. تخيل اللوب اوف هينل اللي بيساعد على ان اليورين يبقى مركز، الفازة ريكتا دات له بلاد فلو كتير، مش الفازة ريكتا دي حواليه زي خرطوم فتحناه فجأة في اللوب اوف هينل، فيحصل ايه في الصوديوم اللي موجود في الانترستيشيال فلويد؟ مش هيفضل في مكانه، هيبقى ووجد اوت، كأنك جبت خرطوم مية وفتحته في المكان، اي حاجة على الارض هتتزق بعيد. نفس الكلام الفازا ريكتا هو الخرطوم، هو الفيسل، لازم يوصل له دم قليل علشان ما يحصلش ووش اوت للصوديوم من الانترستيشيال فلويد. فطالب هيقول الله، طب ويه يعني لو الصوديوم ساب مكانه؟ مش هنقدر نسحب المية من الكوليكتنج داكت، فقدنا ميزة اليورين كونسنتريشن، مش قادرين نركز اليورين. علشان كده دايما المضلة فيها فلو قليل عشان نحافظ على السولت كونسنتريشن في الانترستيشيال فلويد عالي. هنسميها في الفيديوهات القادمة هايبر تونيك ميدلري انترستيشيال فلويد. احنا عايزين تونيسيتي عالية، تركيز ملح عالي، عشان كده الفازا ريكتا لابد يكون وصل لها فلو قليل. واقول لك دليل كمان على عظمة ربنا، الفازا ريكتا بيشتغل عليها فازو بريسن، اخدناه في الكارديو فاسكولر. فازو بريسن، فازو يعني فيسل، وبريسن بريشر يعني هرمون يضيق الفيسل. فازو بريسن ده هو الاي دي اتش، الاسم الاخر للانتي دايوريتيك هرمون، هيضيق الفازاريكتا فيقلل الفلو فيحافظ على الصوديوم بتركيزه العالي في الانترستيشيال فلويد. يعني اذا هي منظومة متكاملة. في نهاية هذا الفيديو بفكرك بالعناوين الرئيسية اللي قلناها، كلمنا بالتفاصيل عن functional structure of the nephron بشكل مبدئي من اول الجلوميرولوس حتى الكوليكتنج دكت. العنوان الثاني كلمنا عن انواع النفرون كورتيكال وميدلري والفرق بينهم، كلمنا عن جاكستا جلوميرولار اباريتس ودورها، ويعني اوتو ريجوليشن بتو ميكانيزم مايوجينيك وتوبيولو جلوميرولار فيدباك ويزن نورمال بريشر رينج، اتكلمنا عن الرينال سيركيوليشن بالتفاصيل ارتيريال وفينس وارقام الضغط كويس جدا، عملنا مقارنة بين الجلوميرولار كابيلاريز والبيريتوبولار كابيلاريز، وقلنا اخر حاجة سلطنا فيها الضوء ليه الكورتكس هو الاولى بالاوتو ريجوليشن لانه وصل له دم كتير، وليه الرينال مضلة وصل لها دم قليل لان هي المسؤولة عن الحفاظ على تركيز الصوديوم العالي في المدلري انترستيشيال فلويد.